السائل باء كاف يقول: والدي يصلي وهو جالس لوجود ألم في ركبته لا يستطيع الوقوف معه، فهل في ذلك حرج؟ أفتونا مأجورين. إذا كان لا يستطيع القيام فإنه يصلي قاعدا، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا لما أصيب في رجله عليه الصلاة والسلام، صلى قاعدا، ولما أراد أصحابه أن يصلوا خلفه قياما أمرهم أن يجلسوا ويصلوا خلفه جلوسا. الحاصل أن المسلم إذا لم يستطع القيام في الفريضة فإنه يصلي قاعدا أو على جنبه إذا لم يستطع القعود. نعم، على جنبه المقصود به شيخ، على جنبه أو لو كان على ظهره فكذلك، على جنبه ويكون مستقبل القبلة، وعلى جنبه الأيمن أفضل، وإن كان على جنبه الأيسر فلا بأس ويكون مستقبل القبلة. فإذا لم يستطع على جنبه فإنه يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة لما ورد في الحديث أيضا، فإن لم يستطع فمستلقيا. نعم، الحمد لله.